الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نعبده ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. سبحانه جل في علاه قال عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا وهادينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلوت الظلمة وجاهدت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا مصطفى صلى الله عليه وسلم، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جنة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الأحباب. يطيب لنا أن نعيش اليوم مع حضراتكم بإذن الله تعالى تحت هذا العنوان، ألا وهو الاستثمار الرابح. في عالم الدنيا لا شك أننا جميعا نحب الربح، ولكن هناك ربح أو هناك تجارة ليس فيها خسارة أبدا، وهي أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وبشرك عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عالم الدنيا جميعا نسعى ونجتهد حتى نحقق الربح، لكن الربح الحقيقي في هذا الأمر الذي حثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي تربية الشباب على حب هذا الدين وتقوية الوازع الديني في قلوبهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الشباب خاصة في حديث جليل، بشر الشباب بأنهم يوم القيامة والناس في عرصات القيامة والشمس قد دنت من الرؤوس والناس قد غرقوا في عرقهم، منهم من قد بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى صرته، ومنهم إلى منكبيه، ومنهم من قد ألجمه العرق أي دخل في فمه، ومنهم من قد غرق في عرقه من شدة حرارة الشمس. إلا أن هناك طائفة موفقة، طائفة اختصها الله هداها الله، فتأتي يوم القيامة وهي مظللة بظل الملك سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى جل في علاه.
حثنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لنأخذ أولا ملمح وصورة عن هذا اليوم. هذا يوم مهيب يا إخوة. قال الله تعالى لنا جميعا في موضعين يعبر عن جلالة هذا اليوم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ليه يا رب؟ اسمع شوف الإجابة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني يوم القيامة وزلزلت الأرض. قال الله إذا زلزلت الأرض إيه؟ زلزالها. يوم أن تزلزل الأرض. يقول الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أول حاجة إيه؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما في أحد يحب أحد كحب الأم لرضيعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام لما كان يمر بين السبي فوجد امرأة قد فقدت لها وليدا، وكانت كلما رأت طفلا أخذته واحتضنته رأفة بابنها، فلما رأت ولدها الحقيقي أخذته فألقمته ثديها وضمته إلى صدرها ضمة شديدة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحمة هذه الأم بولدها، وقال الصحابة رضوان الله عليهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ يعني هل تتخيلوا أن هذه المرأة يمكن أن تطرح ابنها في النار إذا خيرت؟ فقال الصحابة: لا فداك وأبي وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره لله سبحانه وتعالى لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله 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 على رحمتك يا رب. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم القيامة من شدته هذه الأم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. بعدين وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في موضع آخر يقول الله تعالى لنا جميعا في أواخر سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما في أحد ينفع أحد، لكن هناك فئة وفقها الله تعالى للعمل الصالح للأمور الخير، فتأتي يوم القيامة وهي قد ظللت بظل الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون لكم منهم جميعا يا رب. اللهم آمين. ولذلك أخي أنت تملك هذه التجارة، أنت تملك هذا الاستثمار. حين تنشئ ابن يخاف الله، حين الشباب يعرفوا في الله، في موت، في حياة أبدية يوم أن نلقى الله. لأن الله تعالى لما تحدث عن الدنيا، كم تحدث ربنا عن الدنيا في سطر. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. مية نزلت على الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا كلها من أول آدم إلى أن تقوم عليه من تقوم عليه الساعة عاملة زي مطر نزل على أرض كان فيها زرع، الزرع كبر ورعرع واخضر، بعد ما يخضر اللي بيحصل أن ييبس هذا النبات ويجف ولم كأنه لم يكن. الدنيا كلها تحدث الله عنها في جزء من سطر، لكن الحياة الحقيقية الباقية قال الله عنها: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة المستديمة. May dearest and beloved brothers and sisters، إن شاء الله تعالى today we'll talk about the successful investment. I believe everyone of us
follow myself. We are looking and searching for the successful business and successful investment to do it. In our life, we are eager to get more and more and more. But there is one real success. All of us, we have to look forward to get that. The successful investment. Allah subhanahu wa ta'ala told us about it in the Quran Kareem. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also encouraged us toward this kind of business, which is to raise your generation in kind of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal give us two views about the hereafter. How much will happen to people in the hereafter? The first one in the first verse of Surah Al-Hajj. Allah Ta'ala mentioned, O mankind, fear Allah subhanahu wa ta'ala and get ready for the day of judgment. At that day, when the earth will be shaken badly. There is big earthquake. I think the biggest earthquake happened was like 9 point something by Richter, which making a tsunami. But what about the earthquake will happen before the day of judgment? Allah Ta'ala told us in Surah called Surah Al-Zalzala, the earthquake. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. So Allah Azza wa Jal telling us, get ready for that day. And the mother, she will be breastfeeding. She will neglect her own infant. Why? Because of the what is going on, happening in the day of judgment. And people will walk like they are dizzy or they are drunk, but they are not drunk. They cannot focus because of what they are seeing. So Allah Ta'ala telling us about that day. But in other hand, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam giving a glad tidings, giving good news for whoever will control himself, will keep himself in the right track. He will do everything to please Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In the hereafter, like you know, the sun will be very close to us. And everyone will be drowning in his own sweat. Some people will be sweating to their ankles, some people to their knees, some people to their belly button, some people to their shoulder. People will be drowning in their own sweat. But there is another kind of people, they will come in the hereafter. They are under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. One of them, وَشَابٌ نَاشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. A youth who grows up on worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. So for you as a father, for you as a head of household, you have this investment. How? Imagine to that. Any kind of business, the profit of it will end when the business will be closed, shut down, or when you die. Accept this kind of business. Or this kind of prophet. Rasulullah alayhi salatu wasalam said, إِذَا مَاتَ ابْنَ آدَمْ انْقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ. When the son of Adam die, his own deed will be stopped, except from three resources. One of it, صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ. He helped to build a mosque. He helped to build a hospital, he helped to build a school, he built to help something for benefit the whole community, صدقة جارية. Second, علم ينتفع به. He was a knowledgeable person and he left many good knowledge, people can use it. Third one, and I believe every one of us can have this one, can have it, which is a ولد صالح يدعو له. And he will raise a good generation, righteous people.
They fear Allah subhanahu wa ta'ala and they will remember their dead. May Allah forgive all of us, Allahumma ameen. How many times you making dua to your dad, even if he's still alive? Please answer yourself. Are you often remembering the benefit of your own dad and asking Allah Ta'ala to forgive him, even if he's still alive? What Allah Ta'ala said in the Quran about the rights of parents? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. شوف الإجابة، شوف الدعاء. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا، قولوا معايا، رَبَّيَانِي صَغِيرًا. يا ما لطمت أبوك وأمك، ويا ما كنت دلع ودلعك مرق وتحملوك، في الآخر تكبر ترد على أبوك إيه في إيه، وأنت مش عندك مخ وإحنا عندنا مخ. مخ يا مخ عرايب يعني. قال فلان القطر عدى على دماغ أخوك. قال من إمتى عنده دماغ ده؟ فين مخ ده؟ فين مخ؟ جاي تكلم أبوك الذي هو سبب بعض الله تعالى وجدك في هذا الكون. الله يقول ولا تقل لهم أف. فأنا وأنت أخي الكريم نملك هذه التجارة الرائجة الرابحة، وهي أن نخرج ناس صالحين. All of us, my beloved brothers and sisters, we are sharing one sources of the unstable reward, which is to work hard to raise our generation, to raise our kids to be a good believers. Because what Rasulullah alayhi salatu wasalam told us in the hadith, this is a successful investment, never stop. All of us, we hear about Surah Al-Kahf and what happened from people of Al-Kahf. What they ask Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala said, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Allah ta'ala mentioned them, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Allah mentioned, they are youth. They was youth full of energy, but they use this power to please Allah subhanahu wa ta'ala. My question to you, my beloved brothers, if the angel of death came to one of us now, seriously, are you ready? Are you ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala? Or let us open your mind, Facebook, Twitter, Snapchat, all of it. What is the Quran? In very small corner in your mind, in your brain. But we become eager for dunya. So my beloved brothers and sisters, the real investment, the successful investment, work on yourself. One of the famous poet, his name is Abu al-Fath al-Busti, يقول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران. الجسد هذا في الآخر تراب ويأكل دود. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أنت بهذه الروح التي كرمك الله عز وجل. قال الله ونفخت فيه من معاه من روحي، أي من روح الله سبحانه وتعالى. فيا أخوة أيها الإخوة الأكارم، أنا وأنت نملك في الحقيقة يعني هذه التجارة الرابحة، وهي أن نتحدث مع أولادنا، نحاول أن نخرج جيل لا يعصي الله سبحانه وتعالى،
دور الآن اسأل وأنا أولكم، هل تستطيع تخرج من بيتك بدون تليفون؟ أصبح التليفون جزء أساسي في حياته وحياتك. طب تعال ندور في التليفون، هل نزلت فيه القرآن الكريم؟ ولا كله سوشيال ميديا؟ وفي الآخر إحنا بندور حول دائرة مغلقة، أصحابك هم وهم. يا ريت نستخدم هذه التكنولوجيا في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عمره في الإسلام 6 سنين، 6 سنين بس مسلم. لما مات اهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ماذا صنع سعد عليه رضوان الله؟ وفر كل طاقاته لخدمة هذا الدين. وأنا يا شباب أسأل، أنا أسأل سؤال والله، ماذا قدمت أنت لدين الله سبحانه وتعالى؟ مش عايز موجود قدمت لدين الله أن أنت حاطط دماغك تبقى أنت الشيخ ولابس طاقية وجلابية وماشي. لا، ما تخليك أنت الشاب الظريف الحلو، بس في مدرستك أنت طالع الأول، في مدرستك أنت صاحب الأخلاق، في مدرستك أنت النموذج الكويس اللي يشار إليك بالبنان، والله فلان ده طالب مجتهد. إنما للأسف محمد وعبد الله وحسين وصابر بيعمل نفس الحياة اللي يعملها مايك وجون وجينيفر. فأقول لك طب إيه الفرق يعني؟ يعني مسلم يعني؟ ثم هو نفس الخطأ بيعملوه. هذا الهدف، أن نخرج ناس يخافون الله سبحانه وتعالى. My question to you, my beloved brothers, if the angel of death came to you, are you ready? If not, start to work now. And I believe that any one of us very attached to your cell phone. It's okay, nothing bad about it. But are you having in this items something will make you close to Allah and making you far away from Allah? Like, look to your Facebook. Some of us, mashallah, have like thousands of friends. What are you talking about? Did you put anything to make them fear Allah Ta'ala? Did you put any Quran? Rasulullah alayhi salatu wa salam told us, بلغوا عني ولو آية. Just tell people about Allah even if you write ayah. One ayah. Wallahi, I was in New York. Okay? I was in New York. And one from the new Muslims, he came to me after Jum'ah and he said, I need the mic, please. I said, take the mic. And he started to recite Surah Al-Fatiha. And he said, Allah al-Azim, and he finished. I was saying, كده, Just he recited Surah Al-Fatiha. So I called him, brother, I thought you want to mention something. He said, yes, I mentioned already. I said, what? You only read Surah Al-Fatiha? I said, yes, because I heard you saying one time, Rasulullah alayhi salatu wa salam said, بلغوا عني ولو آية. And this 7 ayat, I recited for people. He heard Rasulullah alayhi salatu wa salam said, tell people even one ayah for Quran. One ayah only. But he told me that I recite 7 ayat, not only one ayah. So we have to do some effort. Again, the successful investment. All of us, we can do it. May Allah Ta'ala grant us all success. Allahumma ameen. Aw kama qala Allah wa antum tajidu wa yazidu. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميمين. Again, my dear brother and sister, we talk today about the successful investment. All of us who can make from what, from where we take this, from Allah Ta'ala in 2 times in Quran al-Karim. In the first ayah, Surah Al-Hajj, Allah Ta'ala call us all, all mankind, fear Allah Ta'ala and prepare yourself for the day of judgment. And in that day, every man will neglect his own infant. And people will walk drunk, but they are not drunk, but because what happening is
something big no mind can imagine it. And Allah Ta'ala told us in the last two verses of Surah Luqman, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا واتقوا الله. Allah Ta'ala mentioned in this verse, fear Allah Ta'ala. ومن كان fear Allah Ta'ala and get ready for the day, the father will not benefit his son and the son will not benefit his dad. And people will be scared at that day. So, Rasulullah عليه الصلاة والسلام gave us glad tidings, good news for whoever will keep himself in the track of Allah. When Rasulullah عليه الصلاة والسلام said, for you, all my brothers, all of you, mashallah, youth, all of you full of energy. Rasulullah عليه الصلاة والسلام said, seven kind. Hadith Abu Huraira, رضي الله عنه ورضاه, narrated by Bukhari and Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة said seven kind will be seven people will came in the shade of Allah سبحانه وتعالى and at that day in the hereafter there is no shade but shade of Allah عز وجل. First one, a just imam. Second one, a youth grows up on worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah alayhi salatu wa salam told us in the hadith again about all the deeds will be stopped for all mankind except three resources only. Sadaqatun jariyah and continual charity. Aw ilmun yuntafa'u bihi, he left a valuable knowledge. أو ولد صالح يدعو له and he raised a good generation, a good kids, he will remember to make dua for him after he died or even when he's still alive. So all of us, the real investment, the successful investment to work on your own self and to also try to build a good Muslims, try to build a good human being will be good to Allah Azza wa Jal, and he will be good for the Ummah, and he will be one of the followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because we need Muslims, we need the famous doctor to be a Muslim, we need the good engineer to be a Muslim. We was the leader of this universe, but unfortunately, when we left the Islam behind, and we ran behind the Western people, we left all the honor of the Muslim Ummah. So we need to take it back. The Ummah depend on you, my brother. Please, put goal. Put goal for yourself and work on it. And remember, the successful investment when you work on your own self, and inshallah ta'ala when you get married, to raise a good generation. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you all success. Allahumma ameen. Allahumma afir dhunubana. Allahumma afir dhunubana. Allahumma ashfi amradana. Allahumma yassir umurana. Allahumma tawaffana wa taradana anna. Allahumma ala ta'atika inna. Wa ila ghayrika la takilna. Wa min shurubi khalqika rabbana sallimna. Allahumma alif bayna qulubina. Allahumma aghfir dhunubana. Allahumma bayyid wujuhana. Allahumma ahsin khatimatana. Allahumma tawaffana wa taradana anna ya rabbal alameen. Allahumma aghfir li abaina wa ummahatina ahya'an wa amwata. Allahumma man abqaytahu minhum ala hayati mattu'ahu bis-sihhati wal 'afiyah. Wa man tawaffaytahu منهما فتوفه إلى رحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات أو كما قال إدو الله.